بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويقول الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعل ماء الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جعلنا ما أيضا صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا الأول فتية الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من عملنا رشدا. صدق.